ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم في موضوع مهم. اول حاجه عندنا خطوط الانترنت، يا اما 30 ميجا يا اما 70 ميجا يا اما 100 ميجا يا اما في اعلى من كده. انا مش هتكلم على انواع الخطوط، انا هتكلم عن ان عندي خط مثلا 30 ميجا، هفرض مثال واحد وانت تطبق على الباقي على 70 وال100 ميجا بنفس الطريقه. عندنا خط وليكن 30 ميجا، حلو؟ لما بتروح تحمل من الانترنت سواء بتحمل ملفات او فيديوهات، للاسف سرعه الداونلود مش بتبقى 30 ميجا. يا ترى هل الشركه بتضحك عليا ولا في مشكله معينه تانيه انا مش فاهمها؟ ده اللي هنشوفه في الفيديو بعد الفاصل. طبعا الفكره كلها مفيش خطا من الشركه ولا حاجه، ولا هي بتضحك عليا، هو في لبس في الموضوع عندنا، احنا مش فاهمين الموضوع كويس، وعشان كده انا هشرح الموضوع لكل الناس. الفكره كلها ان في ناس بتتابعني مش مهندسين، فانا هبتدي اشرح في كام ثانيه كده الفكره الاساسيه وهنكمل الفيديو عادي. لو انا عندي حائط بالشكل ده، فالحائط ده بيتكون من قوالب. العناصر الاساسيه او المكونات الاساسيه للحائط هو القوالب، تمام؟ فالفكرة كلها ان القالب هو وحدة بناء الحائط، لانه اصغر وحدة في الحائط. دي اول حاجة. ده يبقى عندنا الحائط ثابت، واحد هيبص للحائط على انه عبارة عن مجموعة من القوالب، تمام؟ في واحد تاني هيبص للحائط بطريقة تانية، يقول لك هو مكون من مجموعة من الصفوف. يعني مكون من مجموعة من الصفوف، تمام؟ طيب يبقى عندي عشان ابص للحائط طريقتين، يا اما ابص للحائط على انه عباره عن مجموعه من القوالب ودي اصغر وحده، او عباره عن مجموعه من الصفوف، وبالتالي كل صف عباره عن مجموعه من القوالب. ففي الحقيقه الشركه انا عندي الانترنت عباره عن الحائط، فدلوقتي عندي ان الشركه بتبص للانترنت عباره عن بيتس، بتديهولك على هيئه بيتس، لكن انا كيوزر لما اجي احمل من الانترنت بحمله على هيئه صفوف، وهو عباره عن مجموعه من القوالب. فهتلقى في اختلاف هنا بين القراءتين، وده كان الفكره الاساسيه. بمعنى ان عندي الشركه بتديني سرعه 30 ميجا بيتس. خلي بالك من كلمه بيتس دي، هنشوفها من صفحه الراوتر نفسه وهشوفها من برنامج السبيد تيست. هنلاقي كاتب دايما ميجا بيتس، يعني ما يهمنيش كلمه ميجا سيبها دلوقتي، يهمني كلمه بيتس، وهي اصغر وحده بناء للكمبيوتر وعلوم الحاسب. لاني في علوم الحاسب عندي اصغر وحده بناء هي البيت. لو انا خدت 8 بيتس مع بعض كده جنب بعض وهسميهم ريجستر، يبقى الريجستر هو عباره عن مجموعه من البيتس عددهم 8، زي الصف بتاع الحائط بيتكون من قوالب بيتس، والصف ده عباره عن ريجستر. خلاص، الريجستر ده قلنا عباره عن 8 بت، فدي هسميها بايت، يبقى 8 بتس عباره عن بايت، تمام؟ فبالتالي لما انا اروح اقرا على صفحه الراوتر او من السبيد تيست دايما بيقرا لي ميجا بتس، 30 ميجا بتس، لكن لما انا افتح الانترنت داونلود مانجر وانا بحمل ملف بي دي اف او فيديو، دايما تبص جنب السرعه مكتوب عندك بيقول لك ايه؟ 4 الماكسيمم، بنتكلم على الماكسيمم، 4 مثلا ميجا بايت. فهل في اختلاف؟ لا، القراءتين واحد، لان عندنا ال 30 ميجا بيتس لو قسمتهم على 8، وليه هقسمهم على 8؟ لان كل 8 بيتس عباره عن 1 بايت، فعشان كده هقسم القيمه كلها على 8، هتتحول القيمه عندي ل 3.75 ميجا بايت. خلي بالك ميجا بايت هنا. ولو دخلنا على صفحه الراوتر زي ما انتم شايفين كده وضغطنا على منتين كده اللي على اليمين، زي ما انتم شايفين كده هيحمل الصفحه دي، هروح لحاجه اسمها دي اس ال انفورميشن، هنضغط عليها ننزل لتحت كده، بيقول لي هنا عندي الاب ستريم لاين ريت، خلي بالك كيلو بت بير سكند، مديني 4000، خلي بالك ده كيلو، عشان احولها لميجا هقسم دي على 1000، طبعا هندسيا 1000 غلط، المفروض اقسم على 1024، فتقريبا هنا عندي الاب ستريم اللي هو الابلود، يعني عندي فيديو عايز ارفعه على اليوتيوب، عندي ملف عايز ارفعه على الجيميل، او عندي صوره عايز ارفعها على الفيس، ده اسمه ابلود او اب ستريم. اللاين ريت عندي زي ما قلنا هيبقى عندي كام؟ 4 ميجا، تمام؟ 4 ميجا ايه؟ بت، خلي بالك بت هنا، بت. طيب عندي خلي بالك عشان ده كيلو بت بير سكند، عندي الداونلود عندي او الداون ستريم عندي لاين ريت، خلي بالك هنا كيلو بت بير سكند كام؟ 40000، 40957 اقسمها عندي
على 1000 تقريبا تطلع عندي 40 ميجا، عندي الداونلود 40 ميجا بت. 40 ميجا ايه؟ بت. المفروض اقسمها على 8 عشان تطلع بايت. خلي بالك كل القيم هنا بالبت، ده خاصه بالراوتر بتاعي. اما الماكسيمم تحت في الابلود والداونلود دي خاصه بالخط مش بالراوتر، خاصه بالخط، اقصى قيمه يتحملها عندي الخط بتاعي، وده مش موضوعنا طبعا. زي ما انتم شايفين الداونلود عندي عالي جدا، طبعا ده بعد مين؟ بعد صراع مع خدمه العملاء وتغيير بعض السيتنجز الموجوده في الراوتر عندي. ده بالنسبه لصفحه الراوتر. لو رحنا لحد زميلنا بعت لي الصفحه دي برضو، عنده الاب ستريم لاين ريت عنده تقريبا 1000، يعني 1 ميجا، 1 ميجا ده الابلود، الداونلود عنده تقريبا 30 ميجا، وتحت ده الماكسيمم بتاع الخط، تمام؟ زي ما انتم شايفين كله ايه؟ كله بت هنا. ده بالنسبه لحد من زمان. لو رحت لسبيد تيست، عندي سبيد تيست خلي بالك اللي هو بيعمل تيست للسرعه، فعلا عندي هنا الداونلود، ركز معايا كده، الداونلود كام؟ 38، اللي هي قريبه من سرعه الراوتر بتاعي اللي شفناها في الاول خالص. كام؟ 38، اللي هو كانت قريبه قوي من ال 40 ميجا، فعلا 40 ميجا بت بير سكند، بت وليست بايت، بت. الابلود عندي هنا كام؟ 3.8. فاكرين كانت انا عندي 4 هناك لما قلت لك 4، هي في الحقيقه كنت بقسمها على 1024 مش 1000، عشان كده القيم دي صحيحه. فعشان كده برنامج سبيد تيست هو افضل برنامج وبيدي قراءات دقيقه جدا. خلي بالك هنا شغال ايه؟ بت. بت هنا عشان سمول، ميجا بي تبقى سمول تبقى بت. طب لما الداونلود عندي هنا 40 ميجا، هل فعلا لو فتحت الداونلود مانجر هتطلع 40 ميجا؟ تعال نفتح الداونلود مانجر عندي وانا بحمل فيديو. انا بحمل فيديو اهو، خدت لك، انا بحمل فيديو فعلا دلوقتي، بس انا وقفته عشان اقدر اسجل الفيديو. خلي بالك عندي هنا الترانسفير ريت عندي 3.5 ميجا بي. بي كابيتال دي معناها بايت، يعني 3.5 ميجا بايت. بايت يعني عندك 3.5 اضربها في 8، تقريبا القيمة بتقترب من ال 30 ميجا، خلاص 30 ميجا بت. يبقى فعلا ال 3.5 ميجا بايت بتساوي ال 30 ميجا بتس بتاعت الخط. يبقى انا بحمل باقصى سرعة للخط. وخلي بالك انا شغال في الذروة دلوقتي الساعة 1 ظهرا من تاريخ تسجيل الفيديو ده. ده عشان اوضح لك الفرق بين سرعة الخط. سرعة الخط 30 ميجا بت، لما تروح تحمل مش هتطلع 30 عندك في الداونلود مانجر، بتتقسم على كام؟ بتتقسم على 8، ما تنساش. اوكي، ده في موضوع الفرق بين سرعه النت وسرعه الخط وسرعه الداونلود. ولو عندكم اي اسئله واستفسارات سيبوها لنا على هيئه التعليقات اسفل الفيديو. ما تنسوش طبعا اللايك والكومنت والشير، وشكرا جزيلا، وانتظرونا في فيديوهات قادمه ان شاء الله.